يسعد مساكم وكل أوقاتكم أحبائي. اليوم رح أحضر كفتة بالطحينية، يعني هيك منحضر الكفتة بطريقة جديدة ولذيذة. عندي نص كيلو من اللحم، فيكنا نستخدم الغنم أو العجل، بس لحمة ناعمة مفرومة ناعم، وضروري يكون فيها نسبة من الدهنة. كمان ممكن نضيف بقدونس وممكن ما نضيف، يعني نعملها بس بالبصل. هون ضفت 3 ملاعق من البقدونس المفروم. بالنسبة للبصل، إما حبة بصل كبيرة نبرشها برش، أو حبتين صغار كمان نبرشون برش. هلأ بدنا نضيف الملح والبهارات. رح أضيف ملعقة صغيرة مليانة من الملح. بالنسبة للبهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب، ما منكتر أبدا بس بتعطي طعمة طيبة. كمان شي ربع أو نص ملعقة صغيرة من السبع بهارات، وثلث ملعقة صغيرة من القرفة. وفيكم تضيفوا فقط نوعين من هدول البهارات. بصينية الفرن البايركس مندهنها بملعقتين زيت نباتي. وهلأ بدنا نعجن الخلطة، خلطة اللحمة والبهارات. إذا كانت اللحمة يعني ما كانت بالفريزر، جايبينها جديد لساتها هيك ما أنا بارد كتير، فينا بعد ما منعجنهم منحطهم بالفريزر أو بالبراد شي نص ساعة حتى يصيروا باردين، هيك دغري بتتشكل معانا على شكل أصابع، مثل أصابع الكفتة بس أصغر بشوي، أو على شكل كرات. بس أنا هاي كانت باردة، طلعتها من الفريزر لذلك باردة منيح ودغري بتتشكل معي. أو إذا كانت طرية وما بتكون تحطوها بالبراد، فيكن تبللوا إيدكن بنتفي من الزيت النباتي. إذا هلأ بعد ما منعجنون كتير منيح، وهلأ منشكلون على شكل أصابع مثل أصابع الكباب بس صغار شوي، منشكل كل الكمية بالصينية. بالنسبة للبطاطا، هاي الوصفة منضيف لها بطاطا. فينا نقلي البطاطا، يعني نقليها بالأول وبعدين نحطها بعد ما بتستوي اللحمة. وفي طريقة تانية بالنسبة للي بيحبوا الأكل الصحي وما بيحبوا المقالي، فيكن مثلا 3 حبات بطاطا أو 4 تقشروهم ومنقطعهم هيك، ما نون كتير سماك ولا رقاق كتير، مثل لما نقلي البطاطا عادي. ونغسلهم ونملحهم ونحط لهم شوية فلفل أسود، ومنضيف لهم شي 4 ملاعق من الزيت النباتي، ومنضيفهم منحطهم فوق مع اللحمة مندخلهم على الفرن. مثل ما انكم شايفين هون أنا عم بدهن الأصابع الكباب بشوي من الزيت مشان يعطيهم لون حلو بالفرن. دخلتهم على فرن درجة حرارته 200، بياخدوا شي نص ساعة فقط وبيستووا. إذا فينا نعمل البطاطا ندخلها مع اللحمة بالفرن، وحتى شرائح البصل كمان ندخلها بالفرن مع اللحمة، هيك بتنشوى شوي. أنا البصل رح ندخله بعدين مع البطاطا، بعد ما بقلي البطاطا بحط شرائح نية وبحط الصوص الطحيني وبعدين بدخلهم على الفرن. إذا هون عندي مثل ما شفتوا قطعت البطاطا وبغسلها ورح أقليها. بالنسبة لصوص الطحينية، عندي كوب من اللبن الرائب أو الزبادي، بضفله نص كوب من الطحينية أو الراشي. وهلأ بضفلهم ملعقة صغيرة من الملح. وكمان ملعقة صغيرة من الثوم المدقوق. وإذا كان اللبن ما كتير حامض، فينا نعصر نص ليمونة حامضة صغيرة وكمان نضيفها لصوص الطحينية. بالنسبة للبهارات، أنا هون ما تصورت البهارات، يمكن أثناء تقصير الفيديو ما طلعت هاي اللقطة. أنا ضفت كمون شي نص ملعقة صغيرة، فينا نضيف كمون وفلفل أسود أو واحدة منهم. إذا منضيف نص ملعقة صغيرة من الكمون، كمان رح نضيف مي، رح نمدد هاي الكمية بالمي السخنة مقلية شي كوب، لأن هاي الكمية يعني هذا الصوص لما نحطه بالفرن مع اللحمة رح يعني تنشف كميته شوي، فنحن منمدده بالمي السخنة كمان منشان يطلع الصوص متجانس ويطلع هيك ناعم، لأن إذا ضفنا مي باردة بصير كمان تقيل، بضل تقيل وبيمسك. هلأ إذا بالنسبة لشرائح البصل، فينا نحط حبة بصل نعملها شرائح مثل ما نكون شايفين. إذا هلأ اللحمة عم تستوي بالفرن، وهلأ أنا عم بقلي البطاطا، بحطهم على محارم المطبخ. وطلعت هلأ اللحمة، صينية اللحمة، برجع هيك بعدهم شوي عن بعض بوزعهم مزبوط، وبحط قطع البطاطا فوقهم.
إذا في طريقة تانية مثل ما حكيت أول شيء، فينا نحط البطاطا مع اللحمة أو لوحدها بالأول هي والبصل، وبعد شوي بعد ربع ساعة بدخل اللحمة فوق أنا برتبها. يعني في أكتر من طريقة، بس أنا قليتهم هيك منحبها شوي تكون البطاطا محمرة أكتر. وهلأ وزعت شرائح البصل مثل ما نكون شايفين وهي نية. هلأ بوزع صوص الطحينية وبدخلهم على الفرن، لساته الفرن شغال، بدخلهم على الفرن درجة حرارته 200، كمان ما بياخدوا وقت غير شي تلت ساعة أو 25 دقيقة. وهيك مثل ما نكون شايفين أكل كتير سهلة، ما بتاخد وقت أبداً من ست البيت. وهون طلعتها كمان ما كانت شغالة الكاميرا، وزينتها بالبقدونس، كتير بتلبق للبقدونس المفروم إذا منزينها بالبقدونس. وإذا متوفر عندكم الصنوبر المحمص كمان كتير كتير بيلبق له، يعني بيلبق لهاي الأكلة. بنوزع الصنوبر المحمص على الوجه وهيك بنسكبها بالصحون وبناكل جنبها سلطة أو تبولة أو فتوش، بناكلها بالخبزة كتير بتطلع طيبة ولذيذة. شكل جديد لتقديم الأصابع الكفتة أو الكباب، أكل كتير سهلة ولذيذة. بتمنى تجربوها، وإذا حبيتوا هاي الوصفة ما تنسوني أحبائي من اللايك، وإذا عم تشوفوني لأول مرة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد. وألف صحة وهنا.